في الدستور الجديد الدولة بتوفر العلاج بالمجان لغير القادرين بس. الدستور اللي بيتكتب فيه ان مفيش علاج لكل المصريين، طب انا هثبت منين اني غير قادر؟ هبقى هطلع شهادة فقر. جماعة كانوا قاعدين بيشربوا حجرين ومعاهم قرد، فجت الحكومة كله جري. واحد بيقول لي القرد انت بتجري ليه؟ ده انت قرد. قال له حلينا على بال ما اثبت ان انا قرد، حلينا على بال ما اثبت ان انا غير قادر، اتبهدل في العلاج واتبهدل في المستشفيات. انا غير موافق على الدستور اللي بيقسمنا.